موضوع صندوق النقد، قديش معقول يأثر اليوم ما يحصل مع رياض سلامي مع هذه المفاوضات المتعثرة أصلا؟ مع المفاوضات المتعثرة أصلا، واحدة من أسباب تعثرها هو رياض سلامي. يعني واحدة من أسباب التعثر اليوم بأي مفاوضات مع صندوق النقد هي حتما هذا الفريق اللي هو جزء أساسي من هذه المفاوضات من أي خطة. فواضح أنه يعني كان عم بعرقلها؟ العرقلة إلها بتاخد عدة أوجه أستاذ رامز. اليوم بالمفاوضات فيك أنت بالشكل وبالظاهر ما تكون عم بتعرقل، بس أنت فعلا على يعني على الأرض وعلى الهدى أنت عم بتعرقل. عم بتعرقل عدم تقديم أرقام صحيحة، عم بتعرقل التدقيق جنائي، عم بتعرقل الاعتراف بالأزمة المصرفية، في أكثر من وسيلة. بس طبعا منا بس رياض سلامي المعرقل الوحيد، جمعية المصارف، اللجان اللي عم بتعد الخطط الاقتصادية مع الحكومات آخرها، اللجنة الاقتصادية اللي هي موجودة مع الرئيس مئاتي، الطرح يعني محاولة تحميل الخسائر للناس، عدم القيام وعدم النية بإجراء أي خطوة إصلاحية لا بالقطاع المالي ولا بقطاع الكهرباء ولا بأي قطاع تصحيحي تاني، عدم وجود أو عدم إدراك الحكومة والطبقة السياسية والمصرف المركزي ضرورة إجراء أو البدء بمفاوضات جدية على سندات يورو بوند. هل كانوا فعليا يعني يسعون اليوم للوصول إلى تقدم بهذه المفاوضات؟ لأنهم يدركون جيدا أنه اليوم بالصندوق هن منهم سذج، يعني هل فعلا كان هناك نية للتقدم بهذه المفاوضات من قبل حكومة ميقاتي؟ إيه، نية تقدم على أياسهم، على القواعد تبعهم، على هن كيف بيشوفوا الأزمة، على هن شو بيقبلوا يعملوا أو يتحملوا. على هذه القاعدة ما فيك تعمل مفاوضات مع صندوق النقد أبدا. وحتى كان في محاولة وأنه تغير رئيس الوفد تبع صندوق النقد ومدري، ويعني محاولة لأنه قدموا له الدنيا بالآخر. صندوق النقد مؤسسة دولية ما فيها تتعاطى مع لبنان غير ما بتتعاطى مع كل الدول الأخرى، في عندها سياسة، في عندها توجه، عندها وضوح بغض النظر إذا نحن منوافق أو ما منوافق، منقول أنه هو الحل الوحيد ولا لا. بس اليوم عم تتعاطى مع مؤسسة بحجم دولة، فهي بتتعاطى مع لبنان واحد من دول كتير عندهم أزمات، ما فيها تعاملوا إلا بهالطريقة. صندوق النقد اليوم واحد بالنسبة لإلي من أسباب التعثر. هذا في عنا جزئين كتير أساسيين اللي هن موضوع الإصلاحات الحقيقية والجذرية اللي مطلوبة كخطوة أولية لنفوت على مفاوضات جدية باتفاق. في عنا محلين هن طلبهم صندوق النقد ببياناته واضح فيهم، الكهرباء ومصرف لبنان، وفي عنا بالجهة المقابلة مفاوضاتهم مع حاملي سندات اليورو بوندز اللي هن عم يتعاطوا فيها من بعد ما أعلنوا توقف لبنان عن السداد، عم يتعاملوا فيها بخفة ورعونة، وهي واحدة من أسباب هذه الأزمة. على الهامش هون بمسألة التوقف عن الدفع، شفنا كلام لافت لبهاء الحريري اللي قال لام فيه يعني، وانضم إلى مجموعة من يعني أو وجهة نظر بالبلد بتقول إنه كل ما نعيشه اليوم من تداعيات هو نتيجة هذا القرار اليتيم اللي أخذته حكومة حسان دياب بالتوقف عن السداد. إذا بتشرحي لي بس هذه النقطة. شوف شو أستاذ رامز، شو يعني التوقف عن السداد؟ اليوم الدولة اللبنانية بموضوع اليورو بونز لازم نحط يعني كان لازم نتفق يعني بحكومة بعتقد سعادة الحريري، حكومة الوحدة الوطنية اللي كانوا فيها قبل ما يستقيلوا على تداعيات ثورة 17 تشرين، دفعوا 7 مليار صح؟ صح. اليوم إذا كان الخيار، ما بعرف شو كان الخيار قدام حكومة الرئيس حسن دياب، بس إذا كان الخيار بين أنك تستعمل الاحتياطي للصالح العام بما تبقى منه أو تروح تسدد فيه ديون، إذا من هيدا المنطلق أخذت حكومة الرئيس حسان دياب هيدا القرار قد يكون معها حق. إذا أخذته هي ما عندها أرقام حقيقية عن الاحتياطات وما رسمت خطة مزدوجة لاستعمال الاحتياطي للخروج من الأزمة وبالأمباراليل لتجري مفاوضات التقنية، لأنه اليوم اللي لازم دايما نشدد عليه واللي لازم يفهمه الجمهور والناس أنه سندات اليورو بوندز هي علاقة تعاقدية الدولة فائدة فيها أو خلينا نقول متنازلة فيها عن موقعها السيادة للحد الأقصى، يعني قبلانة تتحاكم قدام محاكم أجنبية خاصة مثل محاكم لأنه دين خارجي يعني. لا، ما هو في دين خارجي مع دول وفي دين خارجي مع أفراد ومؤسسات استثمارية وصناديق. فالدولة هي منا دولة بالنسبة لهم بقدر ما هي فريق مدين صحيح التعاطي هيك معه. اليوم صندوق النقد ما بيقدر
يقبل بولا خطة ما بيكون بأولوياتها المفاوضات، وموضوع دين خارجي قيمته 39 مليار، قيمته تقريبا 35 مليار دولار مع الفوائد تبعه. فكيف اليوم الحكومة، وبنسمع على مش يعني مش انا عم بفترض، انا ما شفت الخطة، بس اليوم وزير المال قال انه موضوع هيدا تركينه يعني جانب. لا، ما فيكم تتركوه جانبا. واكثر من هيك، انا الغريب انه ما تحركوا هال، يعني في ناس بتشكك بتقول انه اللي كانوا عم بيدينوا الدولة، ما يعني في جزء منهم كبير كمان لبنانيين، انه ما بكل هاي الفترة ما تحركوا، ما قادوا الدولة. اللي بيقول هيك بيكون ما بيعرف شو يعني سندات اليورو. بس ليش ما قادوا الدولة هاي كلها؟ يعني هن بلشوا ياخدوا إجراءاتهم. عينوا محامي من المحامين اللي كانوا خلينا نقول بايونير بموضوع الأرجنتين. بعتوا رسالة للدولة اللبنانية بتشرين بحسوها فيها على بدء المفاوضات. اليوم كان في أزمة كورونا، وهيدي الأزمة هي أزمة يعني سندات ائتمانية كاملة. فاليوم في توجه دولي كمان عند صندوق النقد وعند البنك الدولي وعند كل المؤسسات المعنية بهذا الموضوع. بيعرفوا أنه في أزمة مش بس بلبنان، على صعيد كل الدول. فقد يكون لبنان استفاد من هذا الوقت، إذا بدك بالتعاطي اللين مع الديون السيادية لكل الدول. بس هذا ما بيمنع أنه نحن رايحين على مشكلة حقيقية، واللي بيقول أنه سندات اليورو بونز منا مشكلة أساسية بالأزمة بيكون ما بيعرف شو عم يحكي. ليه؟ لأنه اليوم سندات اليورو بونز صحيح أنه جزء كبير منها بتحمله المصارف اللبنانية، بس في إصدارات فيهم خلينا نقول يعني فيهم موقع أو بوزيشن في بلوكاج معمول عليه. واحد منهم أول إصدار تخلفت عنه اللي هو إصدار أدار، وكان أشمار بيحمل أكثر من 25%. بمحلات تانية ليش عم أقول 25%؟ لأنه في بند من ضمن خطة اليورو بونز أنه التفاوض بده أكثرية 75% ليمشي ويفرضوها على الأقلية. بس للأسف أنه هيدا البند منه موجود بكل إصدارات اليورو بونز. أولا بالإصدارات اللي موجود فيها نحن مطلوب نعمل مفاوضات فردية، بمعنى كل إصدار لحاله وكل إصدار بيحم الدائنين فيه مختلفين. اثنين استاذ رامز، والنقطة كتير أساسية، أنه عنا استحقاقات من هلأ لسنة 2026 عقودها ما فيها بند الاتفاقيات الجماعية، بالتالي بدك موافقة 100% من حاملي السندات اللي بلش يبين انه في بلوكاج فيهم بفوق ال 25%. عظيم. اليوم هل متوقع نوصل يعني بكل هذا المسار، يعني من غير المتوقع قبل الانتخابات النيابية، نوصل لاتفاق اقل اتفاق اطار مع صندوق النقد؟ لا اكيد لا. أكيد لا. اتفاق الإطار شو يعني؟ هو تكنيكال بشكل أساسي، هو أنك تتفق مع صندوق النقد على الخطوات الأساسية: الإصلاح، التدقيق المالي، السياسة النقدية الجديدة لسعر الصرف، خطة اقتصادية، تسكير الفجوة الاجتماعية طبعا على مدى زمني. كلهم هولي غائبين عن الأزمة المصرفية، كلهم هولي غائبين يعني عن تطلعات هيدي الطبقة السياسية، أو عم بتقاربهم بأسلوبها المعتاد. هيدا الأسلوب هو المشكلة الأساسية. خلينا نقول اليوم في كالتشر كانت موجودة بكل هيدا القطاع، بكل مكامن الدولة، هيدي الثقافة، هيدا التعاطي السخيف والمفصول عن المنفصل، يعني منفصل عن الواقع، كأنه ما عم يقروا حواليهم وين صارت الاقتصاديات، ما بيصير لحتى نمشي فيه بالأزمة. بالتالي لا أكيد ما فينا نروح لهلا. يعني الرهان على صندوق النقد هو رهان طويل متوسط الأمد خلينا نقول. سؤال هيك بعم الأزمة، ونحن بضل يعني معنا مشكلة اليوم مشكلة سيولة أو دولارات اليوم بالبلد، لأنه كان بعد في احتياطي، وحتى يعني من الانهيار يعني من بدء الانهيار ومن 2019 لليوم صرنا صارفين قرابة 14 مليار، يعني الرقم المتوقع يعطينا إياه صندوق النقد أقل بكتير. فإذا أعطانا إياه من دون خطة تعافي مضبوط أو تغيير بالسياسة الاقتصادية المتبعة، شو رح يقدموا يأخروا الأموال؟ ما بيعطينا إياه، ما رح يعطينا إياه. فرضاً أعطونا هذا الرقم، هلأ صرفنا أكثر منهم، يعني شو رح يقدموا يأخر؟ هذا اللي عم نقوله، أنه اليوم من 2019 صرفنا 14 مليار. صح، من 2019 لل 2022 قديش صار؟ هيدي جريمة جديدة غير الجريمة تبع 2019، ما هيدي جريمة جديدة، التعاطي مع الاحتياطيات بهالطريقة، الدعم اللي قديش متوقع يعطينا صندوق النقد؟ يعني بأحسن أحوال 3-4 مليار بس على دفعات. خلينا نقول على دفعات، شو رح يغيروه؟
هو ما يعني بيغيروا تصوير كل الانقاذ اليوم الامل انه صندوق النقد والاتفاق كان راح يجيبوا يكبوا مصاري، اذا اعطونا 5 او 6 مليار نحن صارفين بهودي السنتين قرابه ال 14 مليار. رح اقول لك شو هن بالحجم، خلينا نقول يعني قياسا على على حجم، هن بيعطونا باسبور يعني لنتدين من غير دول باسبور. كمان اول شيء هن بيضمنوا انه صار في مفاوضات على سندات اليورو بوندز وانعمل اعاده هيكله لها، بيضمنوا خطوات اصلاحيه لانه هن بدهم ضماناتهم، ضماناتهم هي هالخطوات الاصلاحيه اللي بتشكل انطلاقه جديده هيدا. بس هيدي الاصلاحات هي رهينه نية الطبقة السياسية هالحالية أو اللي جاية أو بالانتخابات أنه تمشي صح. يعني حلقة مفرغة طبعا. رح نفوت على هاي المسألة الأساسية، الإصلاحات اللي هي بتعكسها الموازنة وخطة التعافي. بعد الفاصل رح نفصل مسألة الموازنة وانعكاسها على الناس عبر الدولار الجمركي والضرائب.